مدام علا فين؟ حضرتك مين؟ مدام علا فين؟ انت ازاي حضرتك جيت هنا؟ في الريسبشن ما قالكش ممنوع تيجي هنا دلوقتي؟ حضرتك مين علشان تمنعني اشوفها؟ انا الدكتور بتاعها ومن حق امنعك. الدكتور بتاعها؟ ايوه، مدام علا بتحتاج ترتاح بعد ما تاخد جلسة الكيماوي لانها بتبقى مجهدة جدا. كيماوي؟ هي مدام علا للاسف ايوه وحالتها متأخرة جدا. انا اسف يا دكتور، ممكن تسمح لي اشوفها؟ بس هي دلوقتي نايمة وفي اجهاد كبير عليها. انا مش هجهدها، اوعدك اني مش هجهدها، بس لو تكرمت من فضلك اشوفها دقيقة واحدة وهمشي على طول. حاضر. اتفضل. امير تعال يا امير. نشفتي يا دمعتي، نشفتي يا دمعتي، والحزن ليه ليه ليه، الحزن ليه لين. عرفت دلوقتي بقى انا ما كنتش عايزه اجوزك ليه؟ ما كنتش عاوزاك تشوفني وانا كده. اه ده السر اللي كنت مخبيه عليا. طب ليه ما قلتليش؟ كان نفسي اخر مره تشوفني فيها اكون كويسه، بس حظي وحش وحظك انت كمان وحش، لانك هتعيش بذكرى مؤلمه طول عمرك. والجديد، وانت قلتيها قبل كده، اللي زي اتكتب عليه يعيش متعذب طول عمره. احمد، انا عاوز اطلب منك طلب. اوعدني انك تاخد بالك من ولادك، خدهم في حضنك، ما تخسرهمش لاي سبب من الاسباب، حتى لو كان والدك، حتى لو كانت العادات والتقاليد لازم تغيرها. اسمع كلامي. طب ارجوك ارجوك ما تجديش نفسك. عاوزك كمان توعدني بحاجة، تبقى تطمن على شيماء. شيماء ما كانش ليها حد في الدنيا غيري. عاوزك توقف جنبها في فرحها، وانا عارفه ان انت هتعمل بالوصيه. طب احب على يدك، بلاش الكلام ده، بعدين انت هتحضري فرحها بنفسك، هتحضري فرحها وتشوفيها وهي لابسه عروسه وتاخديها في حضنك، وان شاء الله هتحضري فرح عيالها كمان. تضحك عليا ولا على نفسك يا احمد؟ خلاص ما عادش فاضل. اوعدني يا احمد. اوعدك. وعاوزك توعدني كمان، لما تخرج من الباب ده ما ترجعش هنا تاني، ولما يحصل هخلي المحامي بتاعي يبلغك. حاضر حاضر يا علا. أنا همشي من هنا وجروحي زايدة جرح جديد، بس عايزك تعرفي حاجة. عارفة يا علا، رغم الفترة القصيرة اللي أنا عرفتك فيها، ورغم ان انا ما شفتكيش غير كام مرة، لكن انت عملتي مني احمد عبد الجليل جديد. طب يلا بقى، يلا روح، يلا. حاضر، همشي اهو، همشي. يلا امشي
ما تصعبهاش عليا وعليك. أشوف وشك بخير. المرة دي مش هقدر أوعدك. أنا أفضل فاكرك طول عمري. ربنا يديك طول العمر. مع السلامة يا حبيبي. لو كان بإيدي كنت أفضل جنبك وأجيب لعمري. مهندس بقول مفيش فرح يا بوي. ندى بنتي مش هتتجوز احمد. هي قالت لك؟ عينيها قالت لي. سكوتها قال لي كل حاجه فيها كانت بتنطق وتقول لا الا لسانها. ده بيتهيألك يا باشمهندس. ندى ما تكسرش كلام ابدا. يا حاج عبد الجليل ما تسيب البت تعيش حياتها. ما فيش داعي تخليها تدفع تمن غلطه هي ملهاش ذنب فيها. لا طول ما انا عايش ما حدش هيقدر يخرج عن طوعي. محدش يقدر يكسر كلامي. ومحدش عايز يكسر كلامك يا بوي. بس خلاص العمر ما عادش فيه. سيب العيال بقى يعيشوا حياتهم. نفس كلامك زمان. وهنا في نفس المكان ده السنة اللي طلعت الصح وانت اللي طلعت غلط. مين عالم؟ مش يمكن لو كنت عشت التجربة للآخر كان زماني دلوك عايش في بيت واحد مع عمو سيف. سيف يا ولدي ده انت ما شفتش يا ابوه سيف كان حالته ايه لما عرف ان امه عايشة وإن إحنا كلنا فضلنا مخبيين عليه الحقيقة العمر ده كله. وما قلتلوش ليه إن ده كان لصالحه وصالحك وصالح الكل؟ لأنه ما كانش لصالح حد يا أبوي ولا لصالح أنا. بس أنا مش مهم. المهم هم المهم اللي جاي. اللي جاي الجاي لازم يتبني على راح. العيلة من ايام جد الكبير عاشت تحافظ على تقاليدها وعاداتها على هيبتها وسمعتها لان وصلت للامانة. وانا لازم انا احافظ عليها لاخر يوم في عمري. طب عشان خاطر انا يا ابوي اديني فرصة ما اطلعش من طوعك. هتقدر تعملها تاني يا احمد؟ على نين عيني يا ابوي. بس انت لو ما وافقتش ما قداميش حل تاني. والله براو عليك تربيتي صح كانت في مكانها. طب نحب على يدك يا ابوي. نحب على يدك ارضى عنيهم. ما تسيب العيال يا ابوي سيبهم يعيشوا حياتهم بطريقتهم. ونقولت لك